حالكم يا حبايب؟ يا هلا والله. سالتك بالله ما في شيء؟ لا ما بشي. كيفكم احوال قلبي؟ اول شيء ما راح يكمل يومي ولا راح يكمل تدشيني الا بكم. يا سلام. تبارك الله. ابغاكم توقفون معي، تمنيت ان بشر سلطان متواجد معنا اخوانك، لكن يبشر بالعوض وانتم تكفون وتوفون. سلطان موجود في قلوبنا، يعني والله ما خلا منا ولا منكم ولا منك. ايش اسمه بعد شوي بيشتغل العمل. سلام. وشيء فاخر من الاخر. زين انت عمرك قدمت شيء ما هو فاخر؟ لا كل شيء فاخر يا اصيل. اكتب ايه ري لاكس ان شاء الله باذن الله. اكيد اكيد العمل حيكون كويس. الالحان وكورال فارس السيد، يا سلام، اسامه المانع واحمد الحبشي. لا لا طيب وانا حفزت علي الكلتمي، كان قرار بس كثير. اسمع تحفيز فيصل عبدلي، تحفيز فيصل عبدلي، اداء العيال كلهم جديد. اتمنى من الكنترول يشغل التدشين جديد ان شاء الله. زين جديد اصيل الشهراني عمل صراحك بالمثابر بتحقق، لو انه صعب لا تنسى طموحك، بتصنع شيء من حلمك توثق، هدفك جبان في القمة صروحك، هدفك جبال في القمة صروحك. طموحك بتصنع شيء من حلمك توثق، هدفك جبال في القمة صروحك، هدفك جبال في القمة صروحك. طموحك 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 بالمثابر بيتحقق. يقينك بالوصل إن جاك مزاق، يغيب الصمت في القمة صدوحك، يغيب الصمت في القمة صدوحك. طموحك بالمثابر بيتحقق. لا لا مو الحين مو الحين. اجلس يا شباب. تكفون اجلس شوي. تشتغل ثاني مره. حبايب قلبي. انا بس انا سمعت طموحك. تعال تعال هنا. يا صيحة اعجاب الاصيل. واو. مصدق. وجهي في شيء. فين سجلت العمل ذي يا مصدق؟ سجلته عند فارس. ان شاء الله ان عملك بيجي كويس. والله ما رهيت. ابشرك. ما رهيت، تعبت من بعدك. باذن الله اجيكم يا حبايب القلب. يعني والله ما خلا منكم. يا حبيبي. قسم كني قد كنت. ايه قول الله اني كثرت. اي والله. ان شاء الله تبارك الله، الله لا يضرك. ما شاء الله ما شاء الله. يا عيال والله صفقه يا عيال اصيل، والله يستاهل يا عيال. والله ولا والله يا اخي، والله عملك ولا غلطه يا اخي. والله هنيك على الابداع. وش ذا العمل يا ولد؟ يا اخي والله هو غريب. ولد ولا واحد قاعد في الارض. حاولت ادور غلطه ما لقيت. والله يا السكون انهم يقولوا لا 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 وطيونا وطيونا لا 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 لا. اصيل ان شاء الله طبعا للتوضيح.
اللحن ترى احمد الحبشي كان كلكم ما قصرتوا بقوته طبعا، كلكم ما قصرتوا كنتوا متواجدين معي عندك في الاستوديو كل واحد منكم كل مين ما قصر شيء تستاهل حظي قلوبكم جميعا والله تستاهل. وش هذا العمل طبعا طبعا لا ننسى برضو الشكر يعني لازم يوصل اشراف فني علي الكلثم نعم نعم هو دخل بالقرار اكثر شيء والله ما احب هذا ولا الكلثم يدخل في الكورال بالقرار بالنسبه والناقز هنا والخبط والرقص والله شكرا للشباب كلهم نقزوا ما شاء الله شكرا للشاي العدني يا شباب شاي عدني بالزعفران ما شاء الله حمر شوي عجبوا الشاي العدني عشان التدشين والله شهاده خليه يطلع شاي الصباح اول شيء بيض الله وجهك والعبد وجهك وعلى من اشتغل عليه والله العظيم اني ما قدرت امسك نفسي والشباب يمكن نفس الوضع يا ولد يا ولد ما قدرنا نمسك الارض ودنا نطير ودنا نطير لكن الكاميرات ما بتلحقنا في السماء عود علي مسكنا بثبات قال ريحوا شباب العمل بخ بس طلعت يجرونك يا ولد راح تعودهم يا ولد انت مغيت جميل يوم خلصت الشيء والله أسلم. والله اصيل جميل ورائع رائع على الحاجه جميله اداء الشباب والله والله ما شاء الله عليك مهنيك اصيل على اختيار العمل الكلمات الشباب تجلوا بابداعهم وترى الشباب يعني قدموا الشيء هذا محبه فيك وعلى الامكانيات اللي عندهم البسيطه اللي المفروض انها لو هم في جدة أتوقع أن العمل هذا بيطلع بيرفكت ودولي فشكرا لكم ولو في شوية زيت ما شاء الله تبارك هو بيرفكت لكن تخيل عاد له في الاستوديو فهمت بيكون أجمل وأجمل هو بيرفكت اسلام يا زيد بس أنا ما أدري هذا الموضوع أنا بكل صراحة ما أثارني الشيلة ما أثارتني بكل صراحة لأن أصيل هذا معه أدنى منه سلام والله اني صادق ما يقدم الا الشيء الشيء اللي على قولتهم الناهي الفاخر من الاخر استاهل لكن انا يعني اود الشكر اختص بالشكر كذلك لاخوي فارس احمد الحبشي يا جماعه الخير حنا نعمل من الساعه 8:30 هنا في القناه لين الساعه 6 الصباح على بال ما يطلعون انتم متى تسجلون متى تنامون متى تكلمون اهلكم متى تسولفون معنا متى تقضون اغراضكم متى ولكن هذا دل على شخصيات عظيمه شخصيات تحتوي مهارات عاليه جدا واسال الله لكم التوفيق بقول حاجه بس معليش لا بس تعليق على كلامه يعني امس اجتمعنا الصباح احنا وقلنا لهم تعالوا تقهوا معنا اي والله فهمت هو واحمد ما جو كانوا شغالين على شكرا والله لكم والله الله العظيم طبعا ابو عبد الله زعلان يقول لي ليه ما طلعت قلت له ابن الحلال اسمعني صلي على رسول الله والله العظيم والله العظيم اني ابغى اطلع بس عندي عمل ما اقدر ايش الهرجه الله الله